بعد فوزهما يعودان عمر وهديل لتحدي جديد. أنا ما أطبخش في البيت بس أطبخ في البرامج. المواجهة بانتظارهم مع إيمي ولؤي. طبختنا جدا سهلة وبسيطة، هي مطبق السمك. احنا البسنا كل هاي يعني؟ ايه هاي هاي هديل ترى هوريك وشكتري أنا على الميوت. مين الشيف؟ اليوم الثانية ونصف بتوقيت السعودية على NBC1. رمضان يجمعنا.